السلام عليكم. كلكم كتعرفوا انهم بعد التطورات العربيه ديال 2011 الاغلبيه ديال الدول العربيه دارت الميناج في البرلمانات والحكومات ديالها. هادشي علاش الاغلبيه ديال الدول العربيه الان كتعيش واحد الفتره ديال الانتخابات وديال الحملات الانتخابيه. وكيف ما كتعرفوا الاغلبيه ديال الاوضاع في الدول العربيه متشابهه، كوبي كولي، بل حتى الحملات الانتخابيه في الدول العربيه بحال بحال. علاش؟ لان اغلب الدول العربيه كتعيش نفس المشاكل. اول مشكل بطبيعه الحال الاميه. اذا بطبيعه الحال المرشح اللي غادي يمثلك غادي يكون امي حتى هو. إضافة إلى والله أنت اللي مسخرة يا صوتوا بكل قوة. روحوا روحوا ما تحشموش. إن شاء الله 10 مي في كل مكتب انتخاب. وراه عيب عباد الله، عيب والله الا عيب بالله. بما يعود بفائده على الفلاحه والمستهلك على حد سواء تعورد الفلاحه عن الخسائر التي تحلق بها. يعني لازم تجيبوا كلام لنفسيته يعني. اشهد ان لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا نتمنى لشعب تونس مرحله في كل مركز سنتر. روحوا فوتو. ومثلا ال يعني ال نفسي اسمع منك جمله مفيده. اول حاجه كتبدا عندنا في دوك الحملات الانتخابيه هما دوك الوعود عباد الله. وشحال تعطلب ورغي قبل الانتخابات المرشح كيكون هكا غير كيربحو كيشد الكرسي ديالو كيولي بحال هكا. في ديك الوقيته ديال الحمله الانتخابيه كيبدا التلصاق ديال البوسترات فين ما جا كيلصق وكيقول لك راه جايين باش نقيو المدينه. وهما راه اول وحدين كيلصقوا المدينه في ديك الوقيته ديال الحمله الانتخابيه. ماشي كيولي عندنا شارع فيه شويه ديال البوسترات، كيوليو عندنا البوسترات فيهم شويه ديال الشارع. ماشي وحدين، عرفتي فين جاب لهم الله يلصقوا البوسترات؟ واخر لجأ الى المقابر للترويج لدعايته الانتخابيه. ودخلت عليكم بالله حتى الموتى ما بغيتيش تخليهم في الطيقار، شكون باغي يصوت عليك في المقبره؟ الموتى مثلا على برا فاش كتفرجوا دوك الحملات الانتخابيه ديالهم كيساليو معاك، الموعود ديالهم والبرامج الانتخابيه ديالهم كيلخصهم لك في جمله واحده وين وضنايت؟ شالينا، اما حنا العرب وشحال تاع النفيخ وديال السلوكيات. نحاول نحل المشاكل ديال التعليم، ونحاول نحل المشاكل ديال الصحة، ونحاول نحل المشاكل ديال التشغيل. كمان مرشح كان كل همه القضاء على حرف الواو. هل ستطلب اعتذار من فرنسا؟ نطلب. وإن لم تعتذر؟ نطلب. وإن لم تعتذر؟ وإن لم تعتذر؟ نطلب. وإن لم تعتذر؟ نطلب. ألا منتجعات وصلاة قمار، شو المشكلة يعني؟ صلاة قمار، فتح الباب على المصراعين. خمر مو تشوف لي بعد قلبي. انا بغيت نعرف واش هادو اما شي مرشحين اخرين. مدونا وشريعه كتكوت لكل مواطن عن طريق ان كل مواطن يقول له كتكوت، بحيث ان كتكوت ده هو هيكبر هيبقى فرخه، والفرخه دي انا هتجيب كتكوت وهيبقى حلقه الانتاج مستمره. يبقى احنا كده قدرنا نوفر الثروه الداجنه. شعارنا المقص على خاطر نحبه نطهروا الداخليه ونطهروا القضاء ونطهروا الاداره. هادو بلاد كلها باغيين يطهروها. الحمد لله ما تولدت في تونس. اما كراوه داروا لنا لعبه. شوف شوف فريخ شوف هادو بعدا على الاقل راه عارفين البرامج الانتخابيه ديالهم. اما خلاص شي وحدين تسولوا شنو البرامج باش جايين وما على بالهمش. برنامج انتخابي ان شاء الله سيتكون من اول شيء عندي الخطوات الأولى هي الاهتمام بال اسمكم بس
المشكله ان الاغلبيه ديال الشباب في هاد الدول هذا كيتربى عنده واحد النوع ديال الوعي وديال الفهم وبداو كيفهموا ان الانتخابات ما كيبدلوا حتى حاجه في البلاد، نفس الوجوه ونفس المسرحيات كيتعاودوا هي. هادشي علاش سنه بعد سنه ولينا كنلاحظوا واحد العزوف ديال المواطنين خصوصا الشباب عن التصويت وعن الترشيح. بصراحه تخصيص مركزين انتخابيين في المحافظة لثمانية ناخبين فقط. حتى لاش مجموعة ديال الدول باش يشجعوا المواطنين انهم ينزلوا يصوتوا؟ قال لك اسيدي خصنا نفرضوا غرامات على الناس اللي ما باغينش ينزلوا. من الاخر، اما شي وحدين شنو قالوا؟ قل للمرأة الجزائرية ان التصويت كالصيام او كالصلاة. كيفاش؟ زادوا ركن؟ واش دابا المقرر خصو يتبدل ولا كيفاش؟ ولكن كاين اللي طاحت عليه واحد الفكره خطيره. العراقيين الاحزاب كلهم ما نزلوا حتى مرشح، اش داروا؟ نزلوا غير مرشحات وما نزلوش ايتها مرشحات. الحوادث تزداد كثافتها امام ملصق يحمل صوره لمرشحه جميله قضت على ما تبقى من انتباه لدى سائقي كركوك ورفعت بتأثير الجمال معدلات الحوادث إلى المستوى الأعلى. صورة طبيعية لا بها فوتوشوب ولا بها ميكاب ولا صورة طبيعية. احنا تفيدنا هاي الخلقة. هاي الخلقة انتخبوها خطيئة بعدها. ذهبوني. ايوا شفتوا كون عاد هاد القضية عندنا. احنا التصاور ديال المرشحين ديالنا شكون اللي كيبوسهم؟ واحد اللي كيبوسهم هو سيدنا. الاحوال ديال العرب ما غادي تبدل حتى نبدلوا نفوسنا هما الاولين. ان لله وانا اليه راجعون. ايوا سيدنا الحلقه ديالنا سالات. كالعاده ما تنساوش انكم تخليو لينا واحد لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، واهم حاجه دير واحد سبسكرايب صغير لاشين. نلقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.